بس ما بلاش. اوكي طيب، اتفقنا انه الهارت فيلير از سيندروم ولازم يصير في عندنا سيمتومز لحتى اقول انه المريض عنده سيمتوماتيك هارت فيلير او استابليشد هارت فيلير، وهذا هو ستيج سي. لكن احنا عشان نقدر نفرق مين المريض اللي ات ريسك ومين اللي مريض اللي عنده ستراكشرال بروبلم ممكن باي لحظه انه يصير لها يعني اكسسربيشن انتو استابليش هارت فيلير، ومين المريض الاند ستيج هارت فيلير اللي بحاجه لسيرجري اللي بحاجه لهارت ترانسبلانتيشن، قلنا التصنيف ستيج اي بي سي دي، وهذا اللي بدي تركزوا لي عليه عشان الامتحان. في الفانكشنال كلاسيفيكيشن اللي بيعتمد قديش انا قادر امارس حياتي الطبيعيه، لكن لانه هذاك بتغير بتغير الـ يعني الكنترول على السيمتومز، يعني لما باخذ ميديكيشنز بتغير بتحول من ستيج الى ستيج، هو متغير ومتبدل حسب قديش المريض بيستجيب على الميديكيشنز وعلى اللايف ستايل موديفيكيشنز. بدي اركز اكثر على الاستراكشرال كلاسيفيكيشن اللي ما بيتغير بتغير الميديكيشنز. فستيج اي هم الناس اللي ما عندهم اكيد سيمتومز اوف هارت فيلير ولا عندهم structural problem within the heart، بمعنى انه ما عندهم مشكله بالاجكشن فراكشن ولا عندهم dilatation للهارت، بيعملوا ايكو كل شيء طبيعي، ما عمره صار بهم جلطه قلبيه، ما عندهم valvular disease القلب تمام، لكن عندهم multiple risk factors to develop structural problems او to develop heart failure، زي مثلا عندهم coronary artery disease dyslipidemia، عندهم arrhythmia hypertension diabetes chronic kidney disease، كلها high risk factors للheart failure. هاي stage A. ستيج بي هم الناس اللي اكيد راح يكون عندهم ريسك فاكتورز زائد عندهم ستراكشرال بروبلم ويذين ذا هارت ويذاوت سيمتومز، لسه ما بلشت تظهر عندهم السيمتومز اوف هارت فيلير اللي هي السيمتومز اوف فاتيج ليثرجي اند ايديما اللي حكينا عنها، لسه ما صار يعني بيكون عندهم اما الاجكشن فراكشن لو تحت ال 40% او عندهم دايليتيشن بالهارت او عندهم تشينجز بالجيومتري للهارت، عندهم هايبرتروفي ريموديلنج، عندهم فالفولار ديزيز او عندهم بريفيوس ام اي، اوكي ولسه ما صار سيمبتومز. ستيج سي هم كل اللي حكيناه بلس صار عندي سيمبتومز، يعني بيكون عندهم ستراكشرال بروبلم ويذين ذا هارت زائد السيمبتومز، واكيد ممكن يكون عندهم ريسك فاكتورز، لانه احنا حكينا الهارت فيلير از انلايكلي تو اوكر ان ابسنس اوف risk factors، هو disease بيصير لأنه المرضى بيكون عندهم risk factors، إلا طبعاً إذا كان genetic in nature اللي هو الكارديوميوباثي اللي حكينا عنه، هدول في ناس من خلقه من رب العالمين يكون عندهم genetic mutation بجين بيطلع بأكثر من حدا من العيلة عنده مشكلة بعضلة القلب، وهدول واضحين يعني. بس الهارت فيلير اللي احنا بنحكي عنه الكرونيك هارت فيلير اللي بيصير معنا بحياتنا هذا بده risk factors لحتى يصير. السيمبتومز ظهرت اللي حكينا السيمبتومز اوف ايذ هايبرفيوجن، يعني بصير عندهم فاتيج ليثرجي كولد اكستريميتيز كونفيوجن، بصير في عندهم بسبب الايديما اما سيستميك ايديما بيريفرال ايديما او بولمينري ايديما اللي هي اسوشيتد وذ كف وديسبنيا وكل هذا الحكي. ستيج دي هم الناس اللي عندهم اند ستيج هارت فيلير، هذول الناس ديسبايت ذا يوز اوف ماكسيمم دوزز اوف ستاندرد ثيرابي لسه عم بيعانوا من السيمبتومز ومش قادرين نعمل كنترول للسيمبتومز يوزنج الدراج ثيرابي واللايف ستايل موديفيكيشنز، عشان هيك احنا ممكن نلجا الى سيرجيكال انترفنشنز، يعني ممكن يحتاجوا الى فنتركولار اسيستنج ديفايس، ممكن يحتاجوا الى هارت ترانسبلانتيشن، ممكن يحتاجوا اذا عندهم مشكله بالفالف انهم يغيروا الفالف وهكذا. اوكي مش موضوعنا هذا الحكي، لكن انه نعرف انه هدول الناس حتى هم اترست تعبانين كثير وذي دو نوت ريسبوند ويل للميديكيشنز. هلا قلنا العلاج بيعتمد على الستيج، ستيج اي احنا وي كنترول الاندرلاينج ريسك فاكتور، عنده دايابيتس بنعمل كنترول للدي ام، عنده هايبرتنشن بنعمل كنترول للهايبرتنشن، عنده ديسليبيديميا بنعمل كنترول للليبيد وهكذا. ستيج بي لانه بلش عندهم ستراكشرال كارديك بروبلم بالاضافه للادويه اللي راح ياخذها المريض تو كنترول الريسك فاكتورز، بده ياخذ ماست اس انهبيتر زائد بيتا بلوكرز، كونهم كارديو بروتكتيف ميديكيشنز، ذي بروتكت ذا هارت اند ريديوس الديماندز على الهارت، فبيستفيد عليهم المريض، ذي بريفنت البروجريشن فروم ستيج بي تو سي. هلا ستيج سي بالاضافه للاس والبيتا بلوكر اند وات ايفر ميديكيشن كان ياخذه المريض تو كنترول الاندرلاينج ريسك فاكتورز، بتبلش تظهر عنده سيمبتومز، فهو possibly needs what diuretics اللي هم الادويه اللي بتخفف الايديما عند المريض، وقلنا the most commonly used diuretics بالهارت فيلر هم اللوب diuretics especially الناس عندهم moderate to severe ايديما، ما بنعطي فيازات، فيازات فقط جاطة بحالات المايلد ايديما بالهارت فيلر، وما ننسى انه كثير من مرضى الهارت فيلر بيكون عندهم compromise renal function، ف it's unlikely انه الفيازات diuretic يعني انها تشتغل زي اللوب diuretics.
وقلنا بهاي المرحلة ممكن كمان المريض يكون عنده الإجكشن فراكشن كتير واطي تحت ال 35%. وقتها شو بدنا نضيف على هذا الحكي؟ لما بيكون المريض عنده سيمتوماتيك هارت فيلير ستيج سي والإجكشن فراكشن تحت ال 35 اكزاكتلي، بضيف الألداسترون أنتاجونيست إما السبيرونولاكتون أو الإبيرينون، لأنهم كمان they are cardioprotective medication, they improve the ejection fraction and they prevent the remodeling within the heart. وطبعا كمان بهاي الحالة في كتير أدوية indicated، يعني حنحكي عن الديجوكسين لأنه بيزيد الكونتراكتيليتي، حنحكي عن الإيبوبرادين، حنحكي عن السكوبترين نابريلازين انهيبيتر، حنحكي عنهم لقدام شوي. هدول أدوية الديجوكسين هو ما بينعطى كوملي، هو اد اون ثيرابي اذا المريض ما بيستجيب للستاندر ثيرابي. والادويه الثانيه الجديده سبيسيفيك انديكيشن انه ممكن المريض يستخدمها اذا ما تحسن على الستاندر ثيرابي، لانه احنا بدنا نعتبر الستاندر ثيرابي هي ايس بيتا بلوكر دياريتكس اند بلس الداسترون انتاجونست حسب اذا المريض نزل تحت ال 35%. تمام دكتوره؟ يس، تفضل. لو سمحت السلايدات احنا عندنا مش واضحه. انا لسه ما حطيت سلايد، انا عم براجع مش مشكله، يعني لسه ما بلشت بشيء جديد. اما يعني ابنها او اخوها مش عارفه. طيب نرجع وستيج دي ناس they do not respond to the standard therapy بنلجأ للسيرجيكال انترفنشن. وبلشنا نحكي بالدياريتك، اتفقنا انه we could use thiazide بالمايلد ايديما وبنستخدم اللوب دياريتكس بالمودريت تو سيفير ايديما، وبنقدر حتى بالمايلد ايديما نستخدم اللوب دياريتكس. اللوب دياريتكس اصلا هو الانديكيشن لهم الاساسي تو ريدوس الايديما بالسي كي دي وبالهارت فيلير او اي مريض مثلا liver cirrhosis associated with edema, any disease associated with edema, loop diuretics are best medications to control the edema. بينما thiazide diuretics are best medication to control the hypertension. Okay? طيب نرجع هلا، حكينا loop diuretics، انا عندي اكثر من choice، عندي furosemide، عندي bumetanide، torsemide. بنبلش بالfurosemide، لكن اذا المريض صار عنده resistance بطل يستجيب له، فاي كود سويتش تو تورسيمايد أو بيومتينايد كون الأورال بيو أبيليبيليتي إلهم بتوصل 100%، أو ممكن أني أزيد الدوز أو فيورسيمايد، أو ممكن أني أزيد الفريكوانسي أو فيورسيمايد، أو I can add ميتالازون اللي هو ثايازايد دياريتك to block الـ positive feedback على الديستال تيوبيول ونمنع أنه يصير في عندنا ريزيستنس. كلها هدول هم عبارة عن ميثودولوجيز to reduce the resistance associated with loop دياريتك. ما ننسى side effect of loop دياريتك، شو هم أهم شيء؟ ايش سمعوني؟ هايبوكاليميا، هاي شغله كثير اساسيه. شو كمان؟ هايبوماغنيسيميا، هايبوكالسيميا اكزاكتلي، زائد بيعمل سترونج دراج دراج انتر اكشن مع كثير من الادويه، كونه هو سترونج ميديكيشن ممكن يطلع كثير ادويه وما يوصل ادويه للسايت اوف اكشن. يعني في ادويه مثلا قلت لكم تستخدم بعلاج الجاوت ولازم توصل للكدني لحتى تشتغل، اللوب دايرتك ما بيخليها توصل للكدني، او العكس صحيح، بصير في عندنا كومبيتيتيف انهيبيشن لانه هو الادويه بتشتغل بمكان قريب من السايت اوف اكشن تاع اللوب دايرتك. عشان هيك ننتبه انه المريض اذا بده ياخذ لوب دايرتك سبيشلي مع ادويه بتشتغل على الكدني انه نبعد عنها. اكزامبل عليها هي الادويه البروبينيسيت اسيد اللي يستخدموا لعلاج الجاوت. اوكي، هلا بنحكي عن انذر ميديكيشن هو برضه كي ميديكيشنز، واتفقنا انه المريض إذا كان عنده ستيج بي سي أو دي هياخد، زائد إذا كان مثلا عنده ستيج اي ريسك فاكتور بحاجة إلى ايس انهيبيتر، مثلا كان عنده ديابيتس وهايبرتنشن مش بده ياخد ايس انهيبيتر. يعني هو احنا بنقول أكيد 100% إذا المريض ما عنده كونترا انديكيشن للايس انهيبيتر ستيج بي وسي ودي بده ياخده، بس ممكن يكون ياخده من ستيج اي حسب شو هو الأندرلاينج ريسك فاكتور اللي استدعى إنه المريض ياخد الايس انهيبيتر أو لا. الايس انهيبيتر ليش بياخدها؟ بتقلل الديماند، بتقلل الافتر لود، بتحسن الاجكشن فراكشن، بالاضافه انها كارديو بروتكتيف ميديكيشن. نتذكر انها ادويه، شو السايد افكت لها؟ يلا سمعونا، احنا بنراجعه على فكره، احنا مش عم نحكي شيء جديد، كل شيء هلا رح نحكيه كله مراجعه. دراي كاف اتس كومن باي ذا واي، انجي ايديما اتس نوت ذات كومن از ذا دراي كاف، هايبركاليميا، والشغله كثير مهمه هايبوناتريميا احنا متوقعين لانه يعني هاي ادويه بتقلل الضغط، فاحنا متوقعين كونها بتاثر على الالداسترون حتعمل لي صوديوم ان ووتر اكسكريشن. بس كمان الهايبوناتريميا بدي اعرف انه الهايبوناتريميا والهايبركاليميا
زائد الهاي كرياتينين they are not indications to discontinue the drug. أنا مش لأنه صار عنده هايبوناتريميا لازم أفكر إني أوقف الدواء ما أرجعش أعطيه. This is wrong. هم بأسباب إحنا بنعتبرها relative contraindication. نقدر إنه يعني نعمل تعديل على طريقة أخذ الدواء لحتى إنه نمنع حصول هاي الأشياء أو إنه ما ترجع تزيد بالطريقة اللي كانت تزيد فيها بالأول. وقلت لكم إنه مريض اللي بياخد ACE inhibitor متوقع أو المريض اللي بياخد ARBs متوقع إنه يصير في عنده زيادة بالكرياتينين initially لأنه قلنا بيقلل الفلتريشن ريت كونه البرشر بيقل بالكابسول وهذا إشي طبيعي، لكن قلنا ما بنقبل أكثر من قديش الزيادة أكثر من 30%. إذا الزيادة كانت مثلاً within very short period of time أسبوعين لشهر إجا المريض بصير نسكر الباب. أها إذا الزيادة كانت يعني فجأة هيك نط أكثر من 30% I may consider discontinuation of the drug. بس حتى لما أنا بدي أوقف الدواء مش بوقف العمر كله، لا أنا بوقف الدواء وبس براقب مثلاً بعديها بأسبوعين الكرياتينين بقل، بعديها برجع برجع الدواء but at lower dose than the dose that I started. إذا كنت مستخدمة the lowest dose أول مرة بستنى شوي أكثر ليتحسن الكرياتينين ممكن أبلش أعطي يوم يوم لا. الأيس إنهيبيتر بوجود دواء تاني مثلاً بحل مشكلة الهايبرتنشن إذا كان عنده هايبرتنشن، بس إذا أنا عم باخد الأيس بسبب الهارت فيلير بقدر أخذ يعني يوم يوم لا لحتى ما أقدر أعمل adjustment للكرياتينين. وبالعادة الناس بصلها adjustment without a problem. في بعض الناس ما نقدر نكملها لأنه بيكون already عندها يعني chronic kidney failure ودخلوا ب kind of acute renal failure أو بدهم يفوتوا. من خاف لما بيكون الكرياتينين أكثر من 3 ملي جرام per deciliter أو قلنا إذا المرضى عندهم bilateral kidney stenosis. يعني شوفوا الـ absolute contraindication هو الـ bilateral kidney stenosis هو الـ angioedema. ما هدول absolute contraindications أنا أبدا ما بقدر أعطي المريض ACE inhibitor أو أفكر فيه. طبعاً إله بديل هلأ برجع بحكي لكم إياه لأنه برضو الأرز ما بقدر أعطيها بالبيلاترال كيدني ستينوسيس. زائد البريغنانسي. البريغنانسي هلأ في recent research بيقول إنه during the first trimester we could give ACE inhibitor safely. يعني ما فيش كتير دراسات لكونه إنه تطور الرينال سيستم بيصير بعد الثلاث شهور. هي الأبسوليوت كونترا إنديكيشن بالسكند وبالثيرد ترايمستر اكيد. هلا بلشت الدراسات تعمل شويه هيك تجارب بتقول انه ممكن يكون انه سيف تو بي جيفن ذا فيرست ترايمستر. ليش هذا الحكي مهم؟ لانه اوقات بتلاقي المراه اوريدي بتاخذ ايس انهبيتر لعلاج اي مشكله وبتحمل وهي مش عارفه، وهذا الحكي بصير. يعني هايبرتنشن از كومون على عمر اليانج ايجز، بتلاقيها تاخذ مثلا ايس انهبيتر مثلا هايبرتنشن وبتحمل فبتخاف انه اثر، فوجدوا انه ما بيأثر. امتى بتعرف؟ بعد شهرين صح؟ فانه بتخاف فوجدوا انه في كثير ناس ما بيولدوا طبيعيين which means انه the first trimester it could be safe to be given. لكن احنا نحاول نبعد عنه لانه في other options to treat hypertension بالpregnancy، لكن اذا صار نعرف انه it could be okay to be used during pregnancy. طيب relative contraindication باليونيلاترال كيدني ستينوسيس بالهايبركاليميا بالهاي كرياتينين بالهايبوتنشن بالهايبوناتريميا كلها هاي ريلاتيف كونترا انديكيشنز. ليش؟ انه انا بقدر اعمل شويه اوبتمايزيشن لطريقه اعطائي للدواء وكيف اني ارفع الدوز لحتى امنع انها تصير او اني اخففها وارجع ابلش الدواء مره ثانيه. وكثير مهم اني نعرف بالهارت فيلير بالذات انه ما بعطي فيكس دوز وبمشي عليها، بعطي ذا لوست دوز بوسيبل وبرفع شوي شوي. It is preferred to start with short-acting ACE inhibitor, زي الكابتوبريل. كابتوبريل يعتبر short-acting medication. يعني لو صار في مشكلة hypotension صار side effect ما رح يتأثر فيها المريض زي ما رح يتأثر مثلاً بالليزينبريل أو الإنالبريل. أوكي؟ فكتير مهم إنه نبلش بsmall dose as possible ونرفع حسب استجابة المريض وحسب ظهور side effect بالذات عن برضه heart failure. يفضل نبلش بالكابتوبريل. موضوع الهايبركاليميا طبعا احنا فوق الخمسه وي شود اولسو ثينك اباوت ديسكونتينيويشن اوف ذا دراج لانه عالي بس انا بقدر ارجع الدواء مجرد ما البوتاسيوم زبط. اصلا انا لو بعطي دياريتك مع الايس انهبيتر موست بروبلي راح اقدر احسن البوتاسيوم فيري كويكلي، يعني بسرعه بتحسن البوتاسيوم وحتى الكرياتينين بتحسن اذا كان سببه مش يعني رينال فيلير. طيب والارز نفس الموضوع الايس هم alternative للايس
بالدراي كاف هم alternative للأيس بالأنجي إديما but still they are contraindicated بالبايلاترال كيدني ستينوسيس they are contraindicated بالبريجنانسي والrelative contraindications مشابهة للأيس inhibitor ممكن أبلش فيهم من البداية لمريض هارت فيلير it's not a big deal يعني إحنا منقول الأيس لأنهم أرخص لأنه استخدامهم أوسع حسب اللي موجود إحنا منقدر إنه نبلش either أيس أو ARB أوكي؟ طب نفرض هلأ إنه مريض أخذ الأيس إنهبيتر أو أخذ الARB وارتفع عنده البوتاسيوم كتير والكرياتينين كتير وحاولنا إنه ننزله تركنا الدواء ما قدر ما نزل فقرر الدكتور إنه خلاص إنه ما يعطي أيس إنهبيتر أو ARB لأنه سبب يعني مشكلة مش عم تنحل وممكن تصير إنه مريض نرجع من رجع للأيس إنهبيتر بيرجع بيرتفع طب وبعدين ما بنعطي أيس إنهبيتر مش قادرين وهذا دواء كتير مهم لمريض عنده هارت فيلير شو البديل؟ هلأ البديل لا الأيس إنهبيتر أو الأربز في حال إنه كان في عندنا كونترا إنديكيشنز لاستخدامهم أو في إنتوليرانس زي إنه مثلاً إنه هايبركاليميا أو هاي كرياتينين وصار عندنا إنتوليرانس مش قادر المريض يكمل بهاي الأدوية البديل إنه ياخذ المريض combination of hydralazine and isosorbate dinitrate. ليش هذا الكومبينيشن؟ By the way, هذا الكومبينيشن انعرف لعلاج الهارت فيلير وانه بيحسن الاجكشن فراكشن قبل ما تنعرف الاس انهبيتر انها بتقدر تحسن الاجكشن فراكشن. لكن لما طلعت الاس انهبيتر لانه ما بدها فريكوينت دوزنج ولانها رخيصه ولانها السايد افكت ريلاتيفلي اقل من الهيدرالازين والايزوسوربيت داينايتريت فصار استخدامها هو الأهم بالنسبة للهيدرالازين and isosorbate dinitrate. هلأ إحنا بنعرف إنه الهيدرالازين هو عبارة عن إيش؟ vasodilator. ونفس الشيء isosorbate dinitrate vasodilators. واحد بيشتغل أكتر على الأرتريز وواحد بيشتغل أكتر على الفينز. الهيدرالازين بيشتغل أكتر شيء على الأرتريز. بيعمل vasodilatation بالأرتري. فلما بيصير في عنا vasodilatation بالأرتري شو بيقل؟ الافترلود ولما بيقل الافترلود بتتحسن الكارديك اوتبوت فبتحسن الاجكشن فراكشن يعني هو بيقدر يحسن الاجكشن فراكشن on the other hand الايزوسوربيت داينايتريت هو mainly vasodilator بالفينز ولما بصير في عندنا vasodilation بالفينز بيقل البريلود ولما بيقل البريلود بتقل الإديمة اللي هي associated مع مين مع الهارت فيلير على حساب شوي الإجكشن فراكشن بس لأنه الهيدرالازين بروفاوند افتر لود ريديوسر رح يحسن الكارديك اوتبوت بشكل سيجنيفيكانت فالنت افكت بيكون تحسين بالإجكشن فراكشن وكنترول على السيمتومز وهذا الشيء اصلا احنا اللي بنلاقيه اللي بناخده من الاس انهبيتر بيحسن الإجكشن فراكشن لانه بيقلل الافتر لود ولانه بيقلل الالداسترون والصوديوم والووتر ريتينشن بيقلل الإديما فاحنا عم نحكي عن سيميلر افكت للاس انهبيتر لكن مشكلتهم السايد افكت اللي سبق حكينا عنها الهيدرالازين بيعمل لوبس لايك سيندروم اتس ان اوتوميون ديزيز سيستميك انفلاميشن ايفري وير فمش معقول انه المريض يمشي عليه لفتره طويله الا اذا كان في سبب يمنع استخدام مين الاس او الارز انهم هم اللي بيضلهم الجولد ستاندرد والايزوسوربيت داينايتريت vasodilator كل الفازودايليترز اللي لهم profound effect ممكن يعملوا لي hypotension وdizziness وreflex tachycardia وهذا الشيء كتير مهم وبيهمنا كتير عن مرضى الold patient لحتى نقلل الrisk of falls فهذا الكومبينيشن فقط يستخدم إذا عم نحكي عن Caucasian للناس البيض including us هو alternative لا الأيس إنهبيتر أو الأرز بحالات الكونترا إنديكيشن أو الإنتوليرانس مين ممكن يأخذ الأيس إنهبيتر وأضيف له عليهم this combination هم الأفريكان أمريكان ليش الأفريكان أمريكان اتفقنا قبل هيك إنهم ما بيستجيبوا للأيس إنهبيتر قد ما بيستجيبوا الكوكيجين فهلأ إحنا شو بنعمل بالأفريكان أمريكان إذا عندهم هارت فيلير بيضلوا الستاندر ثيرابي is the same سواء كوكيجين أو أفريكان أمريكان بعطي أيس وبعطي بيتا بلوكر ودياريتك إذا عندهم إديما لكن إذا أنا بعطي هاي الثيرابي وستيل المريض الإجكشن فراكشن عنده واطي ولسه سيمتوماتيك أنا بقدر أضيف الهيدرالازين and isosorbate dinitrate تمام؟ معناته إحنا متفقين أي مريض عنده كونترا إنديكيشن أو intolerance regardless of the ethnicity حياخد بدال الأس إنهبيتر أو الأرز إيش الهيدرالازين and isosorbate dinitrate
بنضيف فوق هذا الحكي اي مريض افريكان امريكان بياخذ اس انهيبيتر او ابز ولسه مش عم بيستجيب كويس والاجكشن فراكشن لسه واطي او عنده ايديما بدنا نفكر بانذر اوبشن لحتى نحسن الوضع وي كود اد الهيدرولازين اند ايزوسوربيد داينايتريت. اوكي هلا هذا الكومبينيشن للاسف بينعطى 4 مرات باليوم يعني في بتوقع لاك اوف كومبلينس لاستخدامه وهي المشكله بالدرجه الاولى بسبب الايزوسوربيد داينايتريت. فعشان هيك هلا في المونوسوربيت لحتى نايتريت لحتى بينعطى وانس اور توايس ديلي لحتى يقلل يعني الفريكوانسي اوف دوزنج بس استل الهيدرازين كمان بده دوزنج 4 مرات عشان ما يصير في عندنا بروفاوند هاي بوتنشال لان الهيدرازين باورفل افتر لود ريديوسر فانه اذا بعطي دوز مره واحده بيتعب المريض وبصير عنده هاي بوتنشال فهو بالعاده بهذا السيتنج يستخدم بفريكوينت دوزنج. وما ننسى انه مريض الهارت فيلر واحنا برايمرلي ناو وي ار سبيكينج اباوت سيستوليك هارت فيلر اوكي يعني المريض اللي عنده لو اجكشن فراكشن عنده مشكله بالكونتراكتيليتي اما باللفت فنتريكل او بالرايت فنتريكل. هدول المرضى تخيلوا لو انا فجاه بعطيهم دواء بيعملهم هايبوتنشن وهم اوريدي الكونتراكتيليتي عندهم مالها قليله. انا لما بعطي دواء بيقلل الهايبوتنشن بيقلل البلد بريشر ما راح يكون انف بلد تو بوش او انف بريشر تو بوش ذا بلد تو ذا هارت واصلا لو وصل بلد الكونتراكتيليتي ضعيفه هالبلد ما راح يطلع كله. فإحنا عم نحكي عن condition of ischemia. إذا أنا بعطي دواء كتير بيقلل الضغط I may exacerbate ischemia وأتعب الهارت بزيادة وأدخله بميوكارديال infarction. عشان هيك كتير مهم لما إحنا بنعطي أدوية اللي هي كلها بتقلل الضغط بعلاج الهارت فيلير ما بصير أعطي fixed dose وأمشي ما بصير أعطي large dose وأمشي بعطي smallest dose as possible especially in all patients وبرفع الدوز شوي شوي. Okay؟ الالداسترون انتاغونيست اتفقنا انه عندي سبيرونولاكتون وعندي الابليرينون اللي هو مور سيلكتيف استخدامهم بالهارت فيلير ستيج سي هارت فيلير اند الايجكشن فراكشن اقل من 35% بضيف الالداسترون انتاغونيست للستاندرد ثيرابي. او مثلا مريض هارت فيلير صار عنده بوست ام اي يعني او صار هارت فيلير بوست ام اي يعني مريض انجلط وصار عنده هارت فيلير هذا برضه حتى لو كان الاجكشن فراكشن مش تحت ال 35% يعني حتى لو كان 40 او تحت ال 40 بعطي الداسترون انتاغونست. يعني ستيج سي سيمتوماتيك هارت فيلير اجكشن فراكشن تحت ال 35% او بوست ام اي بوجود الهارت فيلير او اجكشن فراكشن تحت ال 40 انا ايش بعمل؟ بعطي الداسترون انتاغونست. يعني لاحظوا احنا بنعطي الداسترون انتاغونست لما بيكون الاجكشن فراكشن واطي. ليش؟ لانه اتس ا ستاتس اوف اسكيميا ولما بيكون في عنا إسكيميا بيصير في عنا ريمودلينج فأنا بضيف دواء اللي بيقلل الريمودلينج بشكل كتير كبير اللي كمان بيمنع البروجريشن أوف ذا ديزيز بيمنع الكومبليكيشن زي الأرميا. هلا جديد الألداسترون أنتاغونست حتى صارت إنها تصرف للناس اللي عندهم دايستوليك هارت فيلير. معاي؟ دايستوليك هارت فيلير ما عندهم لو إجكشن فراكشن كونتراكتيليتي طبيعية لكن الدايستوليك فيلينج تايم الهم مش منيح لكن هدول الناس حتى اترسك انه يصير في عندهم ريمودلينج صح ولا لا لانه احنا ستيل الكارديك اوتبوت قليله يعني حيصير في عندنا اسكيميا على الهارت والاسكيميا وارده والريمودلينج وارد. جديد صارت الالداسترون انتاغونست تضاف لمرضى اللي عندهم دايستوليك هارت فيلير اذا كانوا سيمتوماتيك ديسباي ذا يوز اوف ستاندرد ثيرابي واذا كانوا فريكوينتلي هوسبيتالايز بالمستشفى بنفكر انه نضيف الالداسترون انتاغونست شريطه انه ما يكون المريض عنده يعني كونترا انديكيشن لاستخدام الالداسترون انتاغونست. احنا بكل الادويه اللي اخذناها مش اروح لانه مريض هارت فيلير اروح اعطي الدواء اول شيء بدي اتاكد انه ما عنده كونترا انديكيشن لاستخدامه يعني انه الرينال فانكشن طبيعي. احد الكونترا انديكيشنز الالداسترون انتاغونست انه الكرياتينين كليرنس اقل من 30 ام ال بير مينيت او هايبركاليميا ما بقدر اعطي. اوكي اذا ما عنده هاي المشاكل زائد دايستوليك ديسفانكشن زائد فريكوينتلي هوسبيتالايز وصلنا نتطلع على البي ام بي. البي ام بي اللي هو بايو ماركر اوف ايديما اذا كمان عندهم هاي بي ام بي لسه بيستفيدوا اكثر واكثر على الالداسترون انتاغونست كونه دياريتك كمان صح. فهدول المرضى اللي عندهم دايستوليك هارت فيلير فريكوينتلي هوسبيتالايز والبي ام بي عندهم عالي وستيل سيمتوماتيك ممكن يستفيدوا كمان الالداسترون انتاغونست حتى لو كان الاجكشن فراكشن عندهم طبيعي. ماشي مسمي الناس اللي عندهم دايستوليك هارت فيلير هارت فيلير with preserved ejection fraction. preserved ejection fraction يعني الاجكشن فراكشن فوق ال 40 ماشي
ليش فوق ال 40؟ لانهم ما عندهم مشكله بالكونتراكتيليتي، هم عندهم مشكله بالدايستوليك فيلينج تايم. لكن الناس اللي عندهم سيستوليك هارت فيلير بنحكي عندهم هارت فيلير وذ ريديوس اجكشن فراكشن. فممكن احنا مرات نشوف شايفين الاي اف اللي هي اجكشن فراكشن تحتيها كلمه حرف بي يعني بريزيرف يعني دايستوليك هارت فيلير، او حرف اي سوري ار يعني ريديوس اجكشن فراكشن. اوكي هلا اللي قلت لكم عنه انه جديد الالداسترون انتاغونست صارت تنضاف للناس اللي عندهم دايستوليك هارت فيلير حتى لو اجكشن فراكشن فوق ال 45% يعني طبيعي، لكن البي ام بي عالي زائد هوسبيتالايز بالمستشفى، هذول فريكوينتلي هوسبيتالايز، هذول البيشنت ذي مي بينفيت فروم اديشن اوف الالداسترون انتاغونست اذا ما عندهم كونترا انديكيشن لاستخدام الالداسترون انتاغونست. والكونترا انديكيشنز اما الكرياتينين كليرانس او الفلتريشن ريت اكثر من 30 ام ال بير مينيت، او الكرياتينين ليفل اكثر من 2.5 ملي جرام بير ديسيليتر عند النساء والرجال. اوكي نحكي هلا عن البيتا بلوكر، واحنا متفقين انه البيتا بلوكرز ار كي ميديكيشنز بالهارت فيلير، وحكينا قبل هيك ليش، لانها بتقلل الديماندز على الهارت بحالات الهارت فيلير، ات ويل جيف مور تايم فور ذا هارت تو ريكفر، it reduces diastolic filling time with systolic والcontractility اللي بتقلل الديماندز على الهارت، لكن هاي الافكت رح يقلل الcontractility initially ورح يتعب المريض initially. عشان هيك مش كل المرضى اللي عندهم هارت فيلير دغري بضيف بيتا بلوكر، اتفقنا انه المريض لازم يكون clinically stable بمعنى ايو بوليميك، بمعنى ما عنده سيفير ايديما، ما عنده سيفير سيمبتومز. هلا مرات بيكون كنترولد وما عنده ابدا سيمبتومز، ومرات بيكون عنده شويه سيمبتومز بيتحمل انه ياخذ بيتا بلوكر. وكثير كثير مهم موضوع التايتريشن للبيتا بلوكرز ان ذا سيتنج اوف هارت فيلير، ات ويل تيك فروم ويكس تو مانثس لحتى انه قادر اوصل للدوز اللي بدي اياها واوصل للديزايرد افكتس اللي بدي اياه، لانه غلط اعطي دوز عاليه ممكن اموت المريض بهاي الحاله اذا بعطي دوز عاليه، لانه فجاه رح تقل الكونتراكتيليتي وحيصير في اكسسربيشن بالسيمبتومز وحيصير في عنده إديمة بزيادة وحيتعب بزيادة وحيحس بالcold extremities بزيادة. فإنه مش معقول إنه المريض بهالحالة إنه إحنا يعني أنا مش عارفة ليش بدي أفوت ناس بهالقد متأخرين، صح؟ طب كتير متأخرة. فنعطي small dose and we titrate up slowly. titration قلنا بياخد وقت خصوصي مرضى الهارت فيلير حسب قديش المريض تعبان وقديش بيستجيب وقديش بظهر عنده سايد افكت. كمان كتير مهم هلا ممكن مريض اخذ البيتا بلوكر وصار عنده سيفير ايديما او دخل باكيوت هارت فيلير، وقتها I may consider discontinuation of the drug. بس كمان لما بدي اوقف البيتا بلوكر ما بصير اوقفها فجأة، لانه اذا بوقفها فجأة I may promote ischemia. ليش؟ هلا البيتا بلوكر انتاغونايز البيتا ريسبترز اللي بيربط عليهم بالعاده مين؟ الابنفرين والنور ابنفرين، صح؟ هلا لو انا فجأه هلا الدواء رابط على الريسبتر، صح؟ لو فجأه وقفت الدواء الريسبتر شو بتصير؟ فري، فبصير في عندنا بوزيتيف فيدباك على سمباتيك نيرفس سيستم، بزيد كثير الابنفرين والنور ابنفرين ليربطوا على الريسبتر، وهدول الادويه هيعملوا لي كونستريكشن على الارتري، هيزيدوا لي الافتر لود وحيقللوا لي الكارديك اوتبوت، وبالتالي they may cause ischemia على الهارت. في ناس اذا توقف لها البيتا بلوكر فجاه ممكن يصير عندها ام اي ويموتوا. عشان هيك كثير مهم حتى لما بدي يعني اوقف الدواء اعمل تيبرينج، ما بصير اوقفه فجاه، لكن الحلو انه التيبرينج ما بياخذ وقت زي التايتريشن اسرع، يعني بياخذ from days to weeks حسب المريض قديش عنده ايديما. هلا اذا احنا اتفقنا المريض اذا كان اليجبل للبيتا بلوكر بده يكون اما ستيبل على سيمبتومز معينه او السيمبتومز عنده مايد او ما عند ايوفوليميك، بمعنى انه اما عنده شويه ايديما او الايديما ثابته اوفر دايز، يعني هو دائما متعود على هاي الايديما، هاي الليفل اوف ايديما واموره ماشيه. نفرض انه مريض اخذ بيتا بلوكر، واكثر البيتا بلوكرز اللي تستخدم بعلاج الهارت فيلير هم البيزبرولول والميتوبرولول والكاربيدرولول، هدول اكثر ثلاث انواع ادويه تستخدم لعلاج الهارت فيلير. وبجوز البيزبرولول والميتوبرولول هم اكثرهم، الكاربيدرولول كمان منيح مش بس لانه له اكسترا انتي هايبرتنسيف افكت بالهارت فيلير، كمان هو انتي اوكسيدنت بخفف الاوكسيديتيف دامج على الهارت ان ذا سيتنج اوف اسكيميا. عشان هيك هو من الادويه اللي بنحب نستخدمها بالهارت فيلير، بالذات اذا المريض كان عنده هايبرتنشن، لانه اذا كان الضغط عالي بوجود الهارت فيلير بحب اعطي اكثر كارفيدولول كونه له اكسترا انتي هايبرتنسيف افكت، كونه بيشتغل على الالفا 1
ريسبتر صح تتذكروا اخذناها. اذا كان الضغط طبيعي او واطي بحب استخدم اكثر ميتوبرولول او بيزوبرولول تمام. والبيزوبرولول والميتوبرولول هما سيلكتيف انتاغونيست صح على البيتا ريسبتر، بينما الكاربيدولول هو نون سيلكتيف بس مش لانه بيشتغل على البيتا 2، هو نون سيلكتيف لانه بيشتغل على البيتا 1 زائد الالفا 1 ماشي. طيب نفرض انه مريض بلشنا نعطيه بيتا بلوكر واخذ البيتا بلوكر ولما اخذه صار عنده إديمة، متوقع ولا مش متوقع؟ متوقع. نتفرج عليها هاي الإديمة، المريض عم بتعب صار عنده إديمة. اذا هاي الإديمة كانت mild to moderate mild to moderate انا اللي بعمله. اذا المريض ما كان اذا ما كان ياخذ دياريتك بعطي الدياريتك، إذا كان بياخذ الدياريتك برفع الدوز اوف دياريتك لحتى أعمل كنترول على هاي الإديمة لأنها مايد تو مودريت. بس نفرض إنه المريض أخذ هالبيتا بلوكر وصار عنده سيفير مودريت تو سيفير إديمة خلينا نحكي. طبعًا إحنا لما يكون كتير سيفير بلش يدخل بأكيوت هارت فيلير لا أنا I may discontinue the drug بس مش abruptly يعني مش فجأة شوي شوي. I may consider discontinuation of the drug. لكن إذا كانت الإديمة moderate to severe okay؟ يعني معتدلة إلى شوية زيادة ممكن أنا أكمل على البيتا بلوكر. بس شو لازم أعمل؟ شغلتين. الشغلة الأولى بدي أزيد الدوز في دياريتك إذا كان بياخد دياريتك، وإذا ما كان ياخد دياريتك بعطي دياريتك. الشغلة الثانية إني أقلل الدوز في بيتا بلوكر اللي بياخدها لانه هو موست لايكلي بياخذ. يعني ليش صار عنده فجاه مودريت تو سيفير إديمة؟ انها الدوز شوي عاليه. معناته بالمايلد إديمة مايلد تو مودريت اما بعطي دياريتك او برفع الدوز بالدياريتك، يعني بشتغل بس على الدياريتك. لكن بالمودريت تو سيفير إديمة بشتغل على الدياريتك زائد البيتا بلوكر، بقلل الدوز او بيتا بلوكر. واذا كانت فيري سيفير اي مي كونسيدر ديسكونتينيويشن اوف ذا دراج بس مش فجاه مش ابربتلي ماشي شوي شوي. ننتبه لموضوع الكونترا انديكيشن للبيتا بلوكرز اللي هم انه احنا عندنا رح يعمل لي طبعا لانه بيعمل لي ريدكشن للاجكشن فراكشن، مريض اوريدي عنده الاجكشن فراكشن 20 اروح اعطي بيتا بلوكر. هذا باي ديفينيشن از كلينيكلي ان ستيبل بيشنت، مريض عنده اكيوت هارت فيلير ما بعطي. كمان لقدام شوي اليوم رح نشرح لكم شو يعني اكيوت هارت فيلير لحتى تعرفوا انه ما بقدر اعطي بهاي الحالات. مريض عنده براديكارديا ما بقدر اعطي، مريض عنده اي في نادي بلوكيد ما بقدر اعطي بيتا بلوكر ماشي. فننتبه لهاي الاسباب ونعرف انهم كلهم ميتابولايز باي ذا ليفر بالذات الميتوبرولول والكاربيدرول، فنعمل ادجستمنت للدوز بهاي الحاله. الديجاكسن احنا لحد هلا خلصنا الستاندرد ثيرابي الايس انهيبيتر البيتا بلوكر زائد الدياريتك تو كنترول السيمتومز، وحكينا عن الالداسترون انتاجونس امتى بالضبط بعطيها. هلا بدنا نحكي عن ادويه هي مش ستاندرد ثيرابي، هي ادد. لو سمحت انا بشرح وانت قاعد ماسك التليفون طول الوقت عفوا، بس يعني انا كاحتراما لدكتورتك اللي عم تشرح انه شوي احترمها. يعني انا عن جد كثير بضايقني لما اشوف طلاب ما بيكفي تسمع وماسك التليفون وبتبتسم. يعني المحاضرة إلها احترامها عن جد. يعني احنا بنيجي عشان نحضر محاضرة، إذا جاي عشان الحضور والغياب تعال احكي لي بحط لك إياها حضور عن جد والله. أما إنك تيجي علشان إنك تمسك هالتليفون ومش أو طول المحاضرة وإنت ماسك التليفون، رجاء إنكم تحترموا المحاضرة كلها ساعة زمن وبنطلع. أما هيك قاعدين يعني مش وضع. الديجاكسين بضيفه للستاندرد ثيرابي، هو مش ستاندرد ثيرابي. امتى بضيفه؟ فقط طبعا للناس اللي عندهم سيستوليك هارت فيلير، يعني اللي عندهم مشكله بالكونتراكتيليتي الاجكشن فراكشن تحت ال 40 زائد بياخذ الايس بياخذ البيتا بلوكر وممكن ياخذ طبعا الدياريتك ريجاردس بياخذ دياريتك ولا لا، وريجاردس بياخذ الداسترون انتاجونس ولا لا. بس هي الفكره اهم شيء بياخذ الايس والبيتا بلوكرز وبياخذ بوسيبلي الماكسيمم دوزز اللي انا بقدر اعطيها لهذا المريض، وستيل المريض الاجكشن فراكشن عنده واطي وستيل سيمتوماتيك. شو بعمل؟ I could one of the options is to add digoxin. One of the options. مش ضروري يكون هذا الاوبشن لانه كمان شوي حنحكي عن اوبشنز ثاني ماشي. هلا صار في ادويه كثير جديده كثير منيحه ممكن بس انها جديد غاليه كثير. بس انه الديجوكسين احنا ببلادنا كثير بينصرف الديجوكسين، يعني بنلاقي مرضى الهارت فيلر لانه لسه الادويه الثانيه مش موجوده وغاليه ومش متوفره بالمستشفى اصلا مش داخله للتامين اصلا. الديجوكسين بينصرف منيح للمرضى اللي عندهم سيستوليك هارت فيلر. الديجوكسين كيف بيشتغل؟ هو ركزوا معي، هو positive inotropic agent and negative chronotropic agent، يعني بيزيد الكونتراكتيليتي بس شو بيعمل؟ بيقلل الهارت ريت.
طب ليش بيعمل هيك؟ احنا حكينا البيتا بلوكر نيجاتيف كرونوتروبيك ايجنت ونيجاتيف اينوتروبيك ايجنت، حكينا عن الدايهيدروبيريدينز نيجاتيف اينوتروبيك ايجنت والنيجاتيف كرونوتروبيك ايجنت. هذا الدواء ليش بيشتغل؟ بيزيد الكونتراكتيليتي بس بيقلل الهارت ريت، لانه تماما بيشتغل بميكانيزمز مختلفه تماما عن البيتا بلوكر وعن الدايهيدروبيريدينز انتاغونست. هو بيحسن الكونتراكتيليتي لانه بيعمل لي انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي موجوده على الكارديك مايوسايت. هلا ان نورمال كونديشن هاي البامب هي اي تي بي بامب، يعني بدها اي تي بي لحتى تشتغل، هي اكتيف ترانسبورتر، بتساعد الخليه لما تكون بالكونتراكتايل فيز انها توصل للديستولينج فيز. كيف؟ انها بتخلي الخليه ليس بوزيتيف، جوا الخليه ليس بوزيتيف، بتطلع 3 صوديوم وبتدخل 2 بوتاسيوم بحيث يكون عدد الايونز اللي بتطلع لبرا اكثر من اللي بفوت، فبصير الخليه ليس بوزيتيف، يعني بتوصل ل، يعني بنحكي عنها احنا هون هايبر بولارايز، يعني بتوصل للدايستولينج فيز. هلا انا لما بعمل انهيبيشن لهاي البامب رح يصير العكس، رح تصير تفوت 3 صوديوم وتطلع 2 بوتاسيوم، رح يصير جوا الخليه مور بوزيتيف، يعني حتصير الخليه دي بولارايز، يعني بتحب الكونتراكشن اكثر، يعني انا رح اخليها بالسستلينج فيز. هذا رح نشرحه اكثر بالاريثميا، بس انه انا بخلي الخليه بالكونتراكتايل فيز لفتره اطول، بخليها تعمل كونتراكشن، عشان هيك انا بصير عندي كونتراكشن، لانه الصوديوم لما بيفوت لجوه الخليه بيشجع انه الكالسيوم يفوت، والكالسيوم هو اساس الكونتراكشن، بيربط بالاكتين والمايسين على الاكتين على الكارديك مايوسايت، بيعمل لي كونفورميشنال تشينجز، فبصير في عندنا كونتراكشن. ماشي؟ فالانهيبيشن اوف ذس بامب ويل بروموت الكونتراكشن. هلا ليش هو بيقلل الهارت ريت؟ لانه بيزيد الباراسيمباثيتك اكتيفيتي، فبيزيد الاسيتيلكولين وبالتالي بيقلل الهارت ريت، عشان هيك هو نيجاتيف كرونوتروبيك ايجنت اند بوزيتيف انوتروبيك ايجنت which is good in heart failure، لانه انا بدي اقلل الديماند باي ريدكشن اوف ذا هارت ريت، بدي ازيد الكونتراكتيليتي ات ذا سيم تايم باي انكريزنج الكونتراكتيليتي. طب ما هو ما دامه هالقد كويس ليش ما بستخدمه من البدايه؟ لانه السايد افكت ليميت the use of digoxin plus انه له very narrow therapeutic index. انا الرينج اوف دوز اللي انا بقدر اشتغل فيه كثير ليميتد، الرينج من 0.125 ل 0.25، وزيه زي كل الادويه ما بصير اعطي 0.25 من البدايه، بعطي 0.125 برفع شوي شوي over long time لحتى ما يصير في عندنا سايد افكت. هاي السايد افكت ممكن تكون لايف ثريتنينج، ممكن تموت المريض، ومن اهمها الاريثميا. يعني الديجوكسين من الأدوية لأنه بيزيد الكونتراكتيليتي وبيزيد الصوديوم جوا الخلية، ممكن يعمل لي imbalance بالإلكترولايت ويعمل لي أريدميا، ممكن تكون هاي الأريدميا ventricular fibrillation تكون deadly، يموت المريض منها من البداية. ممكن كمان طبعا هو من الأدوية اللي commonly المرضى اللي بياخدوه، وهذا الشيء بيعكس toxicity from the use of digoxin، إنه المريض لما بتطلع على الأشياء بصير يشوف green halos around object. هذا الشيء بيعكس toxicity، غلط إنه المريض يشوف green halos around object، لانه it suggests انه انا ماخذ دوز اعلى من اللازم، ولازم المريض انه نوقف له الديجوكسين ونستخدم الانتيدوت للديجوكسين if possible. برضه هو بيعمل لي فاتيك، سي ان اس توكسيسيتي، جي اي توكسيسيتي، فيجوال ديستربنسز. الكوندكشن هيتيروجينيتي او الداد هي نوع من انواع الاريثميا، نشرحها لما نوصل لعند الاريثميا. عشان هيك احنا دائما لازم نعطي لو دوز، وسبشلي لازم نكون مور كوشس اباوت ذا دوز لما بنتعامل مع ناس صغار بحجمهم او كثير يعني نحاف او كثير كبار بالعمر او عندهم الكرياتيني كليرنس اقل من 60، يعني لسه هم مش داخلين بستيج 5 ولا 4، احنا لسه الكرياتيني كليرنس 60 عم نحكي عن ستيج 2، فانه لسه يعني كومبرومايز رينال فانكشن مشكله. ليش؟ لانه كل هذا بيزيد التوكسيسيتي اوف ذا دراج، بصير في اكوموليشن للدواء اكثر بالجسم، وهذا الشيء بيزيد التوكسيسيتي فروم ذا دراج. هلا كيف اعرف انه المريض صار عنده توكسيسيتي؟ لما بصير عنده فيجوال ديستربنسز، لما سي ان اس توكسيسيتي مش مركز، اذا صار عنده أريدمية بعرف. مثلا دائما هدول المرضى بيكون يعني بنعملهم اي سي جي فريكوينتلي. هلا من الاشياء اللي بتزيد التوكسيسيتي هي الهايبوكاليميا. هايبوكاليميا لما يصير البوتاسيوم قليل، يعني تحت الثلاث ونص مثلا، بصير في ريسك انها تزيد التوكسيسيتي due to the use of digoxin. ليش؟ هو كيف بيشتغل؟ بيعمل لي انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يعني بيعمل لي كومبيتيتيف انهيبيشن مع البوتاسيوم. فلما بيكون البوتاسيوم واطي بصير اسهل للديجوكسين انه يربط على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، كونه ما في كثير بوتاسيوم يربط عليه، فبتزيد ايش التوكسيسيتي له. لكن لما بيكون عندنا هايبركاليميا بصير اصعب للديجوكسين انه يربط، فبتقلل الافيكاسي له.
ماشي؟ يعني بيكون sub therapeutic dose. لكن إذا hypokalemia بيزيد risk of toxicity. عشان هيك كتير مهم أي مريض بده ياخذ ديجوكسين اني افحص له البوتاسيوم، ما اعطي البوتاسيوم الا ما اعطي الديجوكسين الا متاكد من البوتاسيوم ليفل، واوفر تايم اعمل له مونيتورنج اذا بدي ياخذه بالبيت كرونيكلي من شهر لشهر، اني اعمل له يعني تيست للبوتاسيوم لحتى اتاكد انه ما عنده هايبوكاليميا، لحتى ما يصير في عنده توكسيسيتي ديو تو ذا يوز اوف ديجوكسين. برضه نفس الشيء المغنيسيوم، لانه المغنيسيوم هو الكارير للبوتاسيوم، فاذا كان عنده هايبوماغنيسيميا ممكن اتس غانا بوتنشييت يعني toxicity from digoxin. وبرضه في دراسات بتقول الهايبركالسيميا، بس أكتر شيء بخاف منه هو البوتاسيوم، يعني هو الأساس البوتاسيوم. الهايبركالسيميا potentiate the toxicity of digoxin. This is why it's very important to monitor the potassium while taking the digoxin. نفرض أنه مريض صار عنده digoxin toxicity، نتفرج عليه ويموت، أكيد لا، في antidote، في عنا digoxin Fab antibodies هو specific أنه يربط بالdigoxin، يعمل له displacement من السايت لما بيربط على الصوديوم بوتاسيوم ATPs. بالنسبة للكالسيوم شانل انتاغونيست in the setting of heart failure ما لهم استخدام، ما لهم فائدة. أول شيء هم ما لهم long term benefit على الهارت، يعني they are not cardioprotective medications. طبعاً الديارتكس by the way they are not cardioprotective medications، بس ليش بستخدمهم بالheart failure؟ لأنهم بيخففوا الإدمة. أوكي، هلأ الكالسيوم شانل انتاغونيست لا لهم cardioprotective medication ولا بستخدمهم as يعني لحتى يخففوا الإدمة، عشان هيك استخدامهم بالheart failure مش يعني مش common، إلا إذا المريض كان سبب الهارت فيلير coronary artery disease أو myocardial infarction. بهالحالة هدول المرضى possibly عم بياخدوا calcium channel antagonist to control the symptoms. لما نوصل للإسكيميك heart disease رح نشرح إنه مرضى الإسكيميك heart disease ممكن ياخدوا calcium channel antagonist بالذات dihydropyridine to control the chest pain. فإذا كان المريض عنده coronary artery disease اللي عمل له heart failure، فانه انا ممكن انه المريض ياخذ كالسيوم شانل انتاغونست، بس للهارت فيلير بيرسي ما في استخدام له. اوكي، نفرض انه مريض كان عنده انديكيشن اذر ذان هارت فيلير بيستخدم الكالسيوم شانل انتاغونست، اي نوع بستخدم؟ فقط بستخدم الدايهيدروبيريدين اذا انا بتعامل مع مرضى سيستوليك هارت فيلير. مريض عنده لو اجكشن فراكشن ما بعطي الا الدايهيدروبيريدين، مريض عنده اسكيميك هارت ديزيز ما بعطي الا الدايهيدروبيريدين. اوكي، لكن اذا عنده preserved ejection fraction heart failure with preserved ejection fraction يعني diastolic heart failure without ischemic heart disease والejection fraction منيح، I could use non-dihydropyridine اذا كان في سبب لاستخدامه، لكن otherwise it is not recommended to use non-dihydropyridine especially in combination with beta blocker. المريض already ماشي على beta blocker ولا ابدا بفكر اني اعطيه الايش non-dihydropyridines، لأنه both of them are negative ionotropic agent. Both of them are negative chronotropic agent. They may reduce the contractility furthermore ويعملوا exacerbation للsymptoms. They may reduce the heart rate furthermore ويدخلونا ببراديكارديا. برضو الديجوكسين من الأدوية اللي ما بصير أعطيها مع non-dihydropyridines. ما بصير أعطي فيرابيميل للتيازم مع ديجوكسين. ليش؟ Both of them are negative chronotropic agent، اثنيناتهم بيقللوا لي الهارت ريت، فممكن انه يعملوا لي براديكارديا. اوكي، يعني ننتبه لموضوع الديجوكسين النون دايهيدروبيريدينز مع البيتا بلوكرز، لانهم ذس كومبينيشن ممكن يخفف الكونتراكتيليتي ويخفف الهارت ريت، عشان هيك لازم نبعد عنه، الا اذا طبعا حكينا يوز الدايهيدروبيريدين سيفلي اذا كان في انديكيشن لاستخدامه. طيب هاي احنا هيك خلصنا الميديكيشنز الاساسيه. هلا بدنا نحكي عن الاذر ايجنت. في ناس بياخذوا اسبرين من حالهم. الاسبرين هو انتي بليتليت، بيمنع تخثر الدم، وهو فقط انديكيتد للناس اللي عندهم اندرلاينج اسكيميا. يعني اذا المريض عنده كورونري ارتري ديزيز بغض النظر عن نوعه، سواء كان ستيبل انجينا اكيوت كورونري سيندروم ام اي، هذا المريض لازم ياخذ اسبرين از لونج از ما عنده كونتر انديكيشن لاستخدام الاسبرين. أو مثلاً مرضى الستروك secondary stroke بياخدوا كمان aspirin to prevent future stroke. Otherwise في داعي أعطي aspirin؟ هل الheart failure indication لاستخدام الaspirin؟ أكيد لا. إحنا ما بنعطي عشان الheart failure aspirin إلا إذا مريض شو عنده underlying coronary artery disease، يعني اللي سبب الheart failure coronary artery disease أو ischemic heart disease أو عنده stroke. So otherwise ما في داعي أعطي aspirin. منضيف على هاي الكاتيجوري هم من الناس اللي مثلا كان عنده heart failure زائد diabetes without coronary artery disease، كان عنده multiple risk factors انه يصير عنده coronary artery disease، يعني مثلا obese dyslipidemic بيدخن. يس، هذا مريض اذا عمره 45 سنة فما اكتر عنده diabetes
حتى لو ما عنده هارت فيلير باي ذا واي. مرض الدايابيتس اذا عمرهم فوق ال 45 سنه حتى لو ما عندهم هارت فيلير، حتى لو ما عندهم اسكيميك هارت ديزيز، بس مجرد انه عندهم مالتيبل ريسك فاكتورز تو ديفلوب كورونري ارتري ديزيز سبب كافي اني اعطي اسبرين. شريطه انه ما عنده ريسك اوف وات اوف بليدنج كمان، يعني مش يكون عنده ريسك اوف بليدنج بياخذ حبه اسبرين ويصير عنده نزيف اروح اكمل اسبرين، اكيد لا، لانه ذس از باي ديفينيشن كونترا انديكيشن لاستخدام الاسبرين اللي هو البليدنج. احنا بنعطي المريض اسبرين از لونج از ما عنده هاي ريسك اوف بليدنج حتى لو كان مريض اسكيميك هارت ديزيز. اوكي، اي شغله. هلا بالنسبه للاذر ايجنت انتي كوجولانت برضه هي مش لا تستخدم، يعني they are not indicated in heart failure إلا إذا المريض عنده underlying indication أو disease يستدعي استخدام الانتيكوأجيلانت. يعني مثلا مريض عنده arrhythmia atrial fibrillation زائد heart failure هذا بعطي anticoagulant. مريض عنده مثلا VTE venous thromboembolism بتعالج أو بياخد prophylaxis يس بعطي. يعني إحنا للheart failure ما بعطي، لكن إذا عنده another indication لاستخدام الانتيكوأجيلانت زي مثلا مريض زارع صمام حاطين له صمام صناعي او بيولوجيكال فالف، هذا المريض اصلا لانه عامل عمليه الصمام بده ياخذ انتي كوجولانت. اذا عنده هذا السبب بعطي، اذا ما عنده ما في داعي لاعطي لا اسبرين ولا اعطي اي نوع من الانتي بليتليت ولا اعطي انتي كوجولانت بحالات الهارت فيلير. بدي احكي هلا عن الريسنت ثيرابيز اللي نزلوا، هم اف دي اي ابروفد وموجودين. يس هلا خلينا نحكي لما نوصل للاسكيميك هارت ديزيز حنعرف انه الاسبرين هو نون ستيرويدال، في له رينج اوف دوز. في عندنا البيبي اسبرين ببلش من 75 ملي جرام، في منه 80 ملي جرام، في منه 100 ملي جرام، هذا اللي يستخدم از انتي بليتلت لعلاج الاسكيميك هارت ديزيز او الستروك تو بريفنت الثرومبوسيس. لكن اذا انا بدي استخدمه تو كنترول البين I have to use high dose لأنه at low dose ما بيشتغل as pain reliever، لكن بيشتغل as antiplatelet and pain reliever لما بيكون ينعطى على 300 ملي جرام aspirin يعني dose. فالاسبرين as non-steroidal as painkiller خلينا نحكي لازم نستخدمه at high dose زيه زي الأذر agent ibuprofen والديكليفيناك 300 إشي زي هيك. لكن طبعا بهاي الدوز بيشتغل as painkiller زائد as antiplatelet. لكن اذا انا مثلا مريض بدي امشي طول عمره على اسبرين اكيد ما بعطي الهاي دوز تو مينيمايز ايش السايد افكت، لانه اي كود جين الانتي بليتليت افكت على اللو دوز بس ما في بين كيلينج على اللو دوز. يعني البيبي اسبرين بس بيشتغل از انتي بليتليت ما بيشتغل از دراج تو كنترول البين، لكن اذا بستخدم هاي دوز بس يستخدم لعلاج بوث الكيلينج اوف ذا بين اند او انتي انفلاماتوري دراج زائد انتي بليتليت. إذا عندهم ريسك فاكتور هو من أمتى ال 45 سنة كبار بالسن؟ والله أنا بطلت أفهم 45 شاب يا جماعة. ما هذا اللي أنا قلته، أنا هذا اللي قلته. إذا مريض مش مريض ما عنده underlying diseases مش مريض، أحكي لكم ليش بيخوف هذا الشيء. ليش أنا ما بحب أعطي أسبرين؟ بتعرفوا إنه الهايبرتنشن very common ببلادنا، very common it's under diagnosed. أنا متأكدة فوق ال 50-60% على new guidelines، بجي 60% من الشعب الأردني إذا ما كان أكثر يعني مصاب بالهايبرتنشن. أنا لما باخذ مميع وضغطي عالي شو حيصير؟ شو حيصير؟ رح يزيد الريسك أوف بليدنج خصوصي بالبرين. إذا كان في عندنا سمول إنجري بالإندوثيليوم أو لأي أرتري بالبرين وأنا الضغط عالي وبستخدم مميع رح يصير ينزل الدم، رح يصير في عندنا بليدنج وممكن يعمل لنا هيموروجيك ستروك. الأسبر استخدام المميعات بوجود هاي بلاد بريشر إز أ ليدنج ريسك فاكتور إنه يصير في عندنا هيموروجيك ستروك. هاي شغلة يعني بسيطة، مش بسيطة، عشان هيك ما بصير أي واحد هيك من راسه يستخدم أسبرين. إذا في عندنا إنديكيشن يس الإنديكيشن عندي underlying ischemia underlying stroke أو diabetic patient with multiple major risk factor to develop ischemic heart disease هذا بياخذ أسبرين. هلا في ناس ما بيكونوا diabetic بس بيكونوا مدخنين family history of coronary artery disease عندهم hypertension dyslipidemic yes هدول ممكن ياخذوا أسبرين بس مش على راسهم، يعني بيكون هذا مع نقاش مع الدكتور حتى يتأكدوا انه هو عنده low risk of bleeding كمان انه he has to watch himself the first period لحتى يتأكد انه ما صار عنده signs of bleeding ويقدر يكمل معه. هذا مريض عنده multiple major risk factors of coronary artery disease he may benefit from aspirin بس مش على راسه يستخدمه اكيد لا، لازم يستخدمه under physician يعني provision خلينا نحكي. Yes
بس أنا بحكيكم ببلادنا كل واحد بياخد زي على رأسه، بعرف I know this، بس كمان إنه this is wrong. yes إيش yes ما أنا لسه قلت PRN we need it yes، ما هو زيه زي النون ستيرويدال كلهم، يعني شو بدي يفرق عن الإيبوبروفين، بس مش البيبي أسبرين، ما رح يستفيدوا على البيبي أسبرين، they have to take high dose، يعني رح لازم ياخدوا أربع حبات إشي زي هيك لحتى أو ثلاث حبات لحتى يستفيدوا مع بعض من البيبي أسبرين together. نرجع نكمل للريسنت ثيرابيز. هلأ في عنا دوائين، واحد منهم موجود بالأردن اللي هو ساكوبتري بلزرتان وموجود بالصيدليات، بس هذا دواء غالي I think حقه 160 أو 180 دينار اللي هو الباك ل 1 month. نسمع شوي هذا الدواء كيف بيشتغل. هلأ هو عبارة عن combination of two medications، هو prodrug by the way، لما باخده it has to be activated in our body to يعني يعطيني الactive drug. هو عبارة عن دواء اسمه sacubitril اللي هو neprilysin inhibitor زائد valsartan اللي هو عبارة عن angiotensin receptor blocker. هلأ sacubitril خلينا نحكي حكيت هو neprilysin inhibitor. شو هو neprilysin؟ neprilysin هو عبارة عن انزيم موجود بجسمي وظيفته انه يعمل لي degradation لل AMP والبي ام بي. الـ AMP والـ BMP natural nitratic peptide بفرزها جسمي لما بكون عنده إيديما، صح؟ فالإنزيم هذا اسمه النبريلزين بيكسرهم فبيبطلوا يشتغلوا، فعملوا دواء بيعمل inhibition لهذا الإنزيم to elongate the half-life of الـ AMP والـ BMP اللي هم naturally produced، وبالتالي حتى يحسنوا الإيديما بالجسم، لأنهم شو بيعملوا؟ بيخففوا الإيديما وبيطلعوا sodium and water، يعني بيحسنوا symptoms of heart failure. هاي شغلة كتير كويسة، بس المشكلة إنه النبريلزين ما بيشتغل بس على AMP والBMP، هو إنزيم ممكن يشتغل على أدر يعني proteins أو receptors، و at the same time بيعمل لي degradation لل AT2 receptor اللي هو angiotensin receptor blocker type 2 receptor. أنا ما عمري حكيت عنه صح؟ لأنه قلت لكم دائما selectivity أكتر على مين؟ على AT1. هلأ بدي أحكي لكم عن الـ AT2. الـ AT2 normally إذا الangiotensin بيربط فيه يعمل لي hypotension و at the same time يعمل لي remodeling لأنه بيزيد لي growth، ماشي؟ فهو بصير يشتغل عليه الانجيوتنسين 2 as a growth factor. أصلا الانجيوتنسين 2 من اسمه انجيوتنسين بيدخل بالانجيوجينيسيس، عملية الgrowth للcells والremodeling وواوا. عشان هيك أنا لما بعطي ACE inhibitors أو ARBs بقولكم بخفف الremodeling، صح؟ لأنه more selective على الـ AT1. بس إذا أنا بحكي إذا كان في عندي كتير angiotensin 2 بيربط على الـ AT2 شو هيعمل لي؟ hypotension زائد growth. هلأ هذا الإنزيم بيعمل لي degradation sorry بيعمل لي inhibition للنبريلزين اللي بيعمل لي degradation للـ AT2. فأنا لما باخد هذا الدواء اللي بيعمل لي inhibition للنبريلزين رح ما رح يصير في degradation للـ AT2، فرح يرتفع الريسبتر اكسبريشن اوف AT2 ان اور بودي، وبالتالي الانجيوتنسين لما بيرتفع الريسبتر اكسبريشن للAT2 حتى لو كان موجود بكميه قليله حيربط فيه، لانه هو الاباندنس بتاع الريسبتر هو اللي بيحدد اذا رح يكون الهرمون سيلكتيف ولا مش سيلكتيف. لما بيرتفع بصير يرتبط عليه الانجيوتنسين وبالتالي هيعمل لي ريمودلينج. Thus in order to prevent the deleterious effect associated by the use of neprilysin inhibitor حطوا معاه ايش؟ فالزرتان to block، عشان لما بيزيد الاكسبريشن يربط عليه البازرتان to block الافكت او الديليتيريوس افكت اللي بيصير على الـ AT2. فهمنا؟ النبريلزين بيعمل لي هو degradation للـ AMP والـ BMP وبنفس الوقت للـ AT2. لما بعطي inhibitor بزيد الـ AMP والـ BMP بحسن الإيديما، بس at the same time بزيد الـ AT2 اللي بيعمل لي remodeling. فحتى أمنع الريمودلينج حطوا معاه مع angiotensin receptor blocker to block this deleterious effect. عشان هيك this drug هو combination of drugs اسمه الأول ما اشتغلوا عليه اسمه LCZ 696 اللي بيهمني أكثر sacubitril valsartan اللي هو neprilysin inhibitors مع angiotensin receptor blocker. اللي بيهمني إمتى أستخدمه أنا؟ هو مش standard therapy، هو يعطى للناس اللي بتاخد standard therapy وستيل symptomatic despite the use of standard therapy. ejection fraction عندها واطي أكيد، بس لمرضى اللي عندهم systolic heart failure. هدول المرضى أنا ممكن أضيف للstandard therapy ال this combination. حتى بدي بس أضيف، يعني مش لازم أضيف، لازم أسحب الاس انهيبيتر وأضيفه، لأنه هو فعليا فيه angiotensin receptor blocker، فما بصير إني أعطيه مع اس أو أعطيه مع ارز، ولازم يعني أستنى minimum 36 hours بعد ما أوقف الاس أو الارز لحتى أبلش this drug. أوكي، معناته أنا بعطيه بالsymptomatic heart failure patient اللي هم stage C
عندهم symptoms يعني عندهم symptoms اللي هي functional classification 2 or 3 أو possibly 4 و they do not respond لا الستاندرد ثيرابي still symptomatic بشيل الاس او الابز وبعطي بداله هذا الكومبينيشن اوكي وانتبه انه استنى مينيمم 36 hours لحتى انه اقلل السايد افكت اللي هي بتيجي من نتيجه استخدام دوايين اس انهبيتر لانه الاس انهبيتر بيطول لحتى يطلع من الجسم بده 24 الى 36 ساعه فاذا انا بعطي دواء ثاني بزيد الريسك اوف هايبركاليميا وهايبوتنشن عشان هيك ما بدنا نعمل هاي السايد افكت بنستنى 36 ساعه The addition of this drug يعني بيّن بالكلينيكال ترايلز إنه مش بس بيقلل المورتاليتي وبيحسن السيمتومز وبيحسن الإجكشن فراكشن برضه بيقلل الموربيديتي والهوسبيتاليزيشن بالمستشفى، أوكي؟ اختصار إله تاني الـ ARNI يعني سواء بالامتحان قلت لكم ARNI طبعاً أنا بحط اختصارها أو قلت لكم نبريلزن انهبيتر أو قلت لكم ساكوبتريل أو قلت لكم الـ LC695 هذا كله بيحكي عن نفس الدواء. الدواء الثاني مش موجود بالأردن سألت مرة عنه ما حدا قال لي إنه موجود هو الإيبوبرادين. الإيبوبرادين بيشتغل أكثر على الهارت ريت بيقلل الهارت ريت فبيقلل الديمانز على الهارت وبرضه إنديكيتد للناس عندهم سيمتوماتيك هارت فيلير زائد فريكوينتلي هوسبيتالايز بالمستشفى هدول الناس بعطيهم هذا الدواء. هذا الدواء بيعمل لي إنهيبيشن للفاني تشانل الموجودة بالأس إي نو بالساينس نود. هلا انتوا بتعرفوا الساينس نود هي البيس ميكر بالهارت وهي اللي بتطلع الكتريكال سيجنال فاذا احنا قللنا الريت بالساينس نود فبقلل انا الهارت ريت بيشتغل على البوتاسيوم شانل نوع معين اسمه الفاني شانل الفاني شانل هو عباره عن بوتاسيوم شانل بس شكل الاكشن بوتنشال تبعها مختلف عن البوتاسيوم شانل الاكسبريس اذروايز ان ذا هارت الشكل الاكشن بوتنشال فاني فعلا انه هو فاني فعشان هيك سموها الفاني شانل بيعمل لي انهيبيشن لهي الشانل وبالتالي بيقلل الهارت ريت فهو انديكيتد للناس اجين اللي عندهم ريديوس اجكشن فراكشن يعني بس لا سيستوليك هارت فيلير اجكشن فراكشن تحت ال 35 سيمتوماتيك وفريكوينتلي هوسبيتالايز وي كود اد ذس دراج از لونج از ما عنده كونترا انديكيشن لاستخدامه كونترا انديكيشن ما بيصير مريض عنده الهارت ريت تحت ال 70 اعطي يعني المريض لازم يكون الهارت ريت 70 فما اكثر بضيف هذا الدواء زائد بياخد الماكسيمم دوزز اوف بيتا بلوكر ولسه مش بستجيب عشان هيك بضيف لانه المفروض انه انا لما استخدم البيتا بلوكر اقدر اقلل الهارت ريت ومفروض اني اوصل الماكسيمم دوز اوف بيتا بلوكر بدون ما تعمل لي مشاكل واقدر اقلل الهارت ريت اذا انا بستخدم الماكسيمم دوز اوف بيتا بلوكر ولسه المريض سيمتوماتيك زائد الهارت ريت ستيبل عنده ما نزل تحت ال 70 انا اي كود اد ما ببدل بالبيتا بلوكر اي كود اد ذس ميديكيشن بالنسبه للاذر ايجنتس يعني في ناس بنسمع كثير بياخذوا اعشاب وفي ناس بياخذوا فيش اويل هذا الحكي كله كومبلمنتري ما في علاج زي العلاجات اللي حكيناها برضه الهارت فيلير ما بصير يمشوا على لايف ستايل موديفيكيشنز يتفرجوا على حالهم لا لايف ستايل موديفيكيشن زائد التريتمنت كومبلمنتري ميديسين بعيد عن الهيربز لانه كل الهيربز بتعمل لي سيجنيفيكانت دراج انتر اكشن بالذات مع ادويه القلب فنبعد عنهم ما بصير المريض ياخذ اي دواء لحاله هلا بالنسبه للفيش اويل له يعني انديكيشن له جايد لاينز الفيش اويل انديكيتد لاي مريض عنده كورونري ارت ديزيز ياخذ سبليمنت 20 جرام بير داي اذروايز ما في داعي انه المريض يعني ياخذه كسبليمنت الا اذا كان بياخذ اكل ريتش ان فيش يعني احنا المفروض ناكل 2 سيرفينج اوف فيش ولا واحد بيعملها بحياته حتى يعني اللي انا اللي بحكي يعني بتمنى اني يعني اقدر اكل سمك مرتين بالاسبوع بس ما بحسه شيء كثير زاكي بس انه السمك ولما بنحكي عن السمك اللي فيه فيش اويل بنحكي عن الفاتي فيش الريد فيش يعني السمك الابيض الدنس ما فيه فيش اويل السالمون فيه فيش اويل التونه فيها فيش اويل السردين فيه فيش اويل اما الدنس والهامور وهذا الحكي السمك الابيض ما فيه فيش اويل فستيل احنا عم نحكي عن اصناف صعبه شوي انه ناخذها 2 سيرفينج اوف فيش بير ويك اللي مش قادر ياخذ 1 جرام اوف فيش اويل بير داي حتى انتو اتس ذا ديلي دوز احنا احتياجات جسمنا الاوميجا 3 باي ذا واي اسينشال فاتي اسيد بمعنى انه جسمي ما بيصنعها فانا لازم اخذها من الدايت الطبيعي انه انا جسمي ياخذ 1 جرام يعني ديلي دوز 1 جرام فحتى لو انت مش مريض خذ 1 جرام فيش اويل اللي بيقدر ياخذ بير داي ولما ناخذ الديسليبيديميا حنصير نحكي انه الفيش اويل لما بيتاخذ ات هاي دوزز از وان اوف ذا بيست medications رح نعتبرها بهاي الحالة to treat the high triglyceride level hypertriglyceridemia it's very effective it can reduce the triglyceride by 40% و very quick كمان
فبس إمتى لما بتنعطى at high doses 2 جرام 3 جرامز 4 جرامز 5 جرامز وهاي الدوزز ما بتنعطى إلا under physician supervision لأن الفيش أول من السبليمنت اللي ممكن يميع للدم. فإذا المريض بياخد أسبرين مع فيش أول ننتبه هلأ الـ 1 جرام it's supposed to be safe أكتر من هيك لازم ما ياخدها إلا لما يحكي للدكتور. بالنسبة للـ heart failure with preserved ejection fraction احنا كل اللي حكينا هذا شرح للسيستوليك heart failure. هلأ كيف بيختلف الـ preserved ejection fraction؟ تقريبا the same. الإشي الوحيد اللي أنا بدي أبعد عنه هو الديجوكسين لأنه ما إله indication. زائد الـ new drugs الإيفابرادين والسيكوبيترال نيبرلزين انهبيتر هدول ما إلهم indication لأنه احنا متفقين إنهم يستخدموا فقط للسيستوليك heart failure. بالنسبة للـ ACE inhibitor بعطي. ليش؟ لانه هاي الادويه كارديو بروتكتيف ميديكيشن وانا بدي اعمل بروتكشن للهارت وبدي اقلل الديماندز على الهارت. البيتا بلوكر بعطي بالعكس البيتا بلوكرز كثير كويسين بهاي الحاله لانهم بيقللوا لي الهارت ريت ولما انا بقلل الهارت ريت اي ويل جيف ذا هارت مور تايم تو فيل ان بلاد وانا المشكله عندي دايستوليك هارت فيلير فانا بعطي كمان بيتا بلوكر. بالنسبه للدياريتك يس اذا عنده سيمتومز بالايديما بعطي ما في اختلاف. بالنسبه للالدوسترون انتاجونست قبل شوي قلت لكم ايش المرضى اللي عندهم preserved ejection fraction اذا البي ام بي عالي يعني فوق ال 300 هو ال 30 او فوق ال 100 البي ام بي او فوق ال 300 البرو بي ام بي زائد frequently hospitalized بعطي الدوسترون انتاجونست لكن ديجوكسين بعطي لا لانه ما عندهم مشكله بالكونتراكتيليتي لاعطيهم لا ديجوكسين ولا الايفابريدين ولا السيكوبيترال نيبرلزين انهبيتر بعطيهم بحاله الدايستوليك هارت فيلير. وحتى المريض اللي عنده دايستوليك هارت فيلير ممكن يستفيد من النون دايهيدروبيريدين كالسيوم شانل انتاجونست. النون دايهيدروبيريدين مين هم؟ الفيرابيميل والدلتيازم. احنا شو مخاوفنا من الفيرابيميل والدلتيازم؟ انه بيعمل لي ريدكشن للكونتراكشن بس انا ما عندي مشكله بالكونتراكشن عند المرضى اللي عندهم بريزرف ايجكشن فراكشن. انا عندي مشكله بالدايستوليك فيلينج تايم مش انف. لما بعطي نيجاتيف كرونوتروبيك ايجنت انا اي ويل elongates the diastolic filling time صح بصير القلب يدق شوي شوي بعطي وقت اكثر للقلب لحتى انه يعبي دم. عشان هيك المرضى اللي عندهم preserved ejection fraction ممكن ياخذوا النون دايهيدروبيريدين كالسيوم شانل انتاجونست مع مراعاه اذا بياخذ البيتا بلوكر نصير ننتبه شوي للايجكشن فراكشن حتى لو كان طبيعي. ما هو في فرق اقول ايجكشن فراكشن 55 عن 45 45 قريب ما يصير ايش لو بجوز هذا اخاف شوي اعطي او اعطي with caution. 55 بعطي وانا قلبي قوي صح فانه ننتبه لهاي التفاصيل. بالنسبه للهيدرولازين والايزوسوربيت داينيتريت برضه ما لهم يعني افكت لانه المفروض ان انا بعطي الهيدرولازين والايزوسوربيت لحتى يحسنوا الايجكشن فراكشن للمريض مش قادر ياخذ الايس ان هيبيتر فانه ما في داعي انه نفكر نعطيهم. بالنسبه للبريجننسي في نساء حوامل ممكن انه يصير عندهم هارت فيلير دورينج بريجننسي هذا بنسميه هاي اوتبوت هارت فيلير. الاس انهبيتر ذي كانت بي يوز ممكن نعطي بدالهم الهيدرولازين والايزوسوربيت داينيتريت. البيتا بلوكر بقدر اعطي اللابيتالول وبقدر اعطي الاتينولول. اللابيتالول بعد الفيرست ترايمستر والاتينولول اخر ترايمستر ممكن اعطي. دياريتك ذي ار كاتيجوري سي اذا احتجت بعطي دياريتك تو كنترول الايديما. وبعد الحمل مجرد ما بعد الولاده مجرد ما يعني ولدت الام في نساء بيرجعوا لحالهم طبيعي ريفرسبل بصير الهارت فيلر في نساء بيضلوا عندهم هارت فيلر فبنعطي الكونفنشنال ميديكيشنز اللي حكينا عنهم لعلاج الهارت فيلير. المره الجايه ان شاء الله رح اشرح لكم الاكيوت هارت فيلير وبوسيبلي رح ابلش بالتوبيك اللي بعده انا مش عارفه حاطه لكم ديسليبيديميا كانه بوسيبلي رح ابلش بالديسليبيديميا تمام. بين اشي اذا الامتحانات حتكون بس ميد او فيرست سكند مبدئيا لانه احنا سالنا قالوا لنا مش عارفين فبحس الطلاب دائما بيعرفوا اسرع منا. ميت طيب ماشي في اي سؤال